الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنس الطائعين، الحمد لله مبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحانه ربي جل في علاه، رفع السماء وبسط الأرض ليتذود بطاعته الأتقياء، واصطفى من خلقه الرسل والأنبياء، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد ورؤوس الأولياء. الحمد لله الذي نجى إبراهيم من نار النمرود إذ نادى قائلا سبحانه علمه بحال رب الأرض والسماء، وشفى أيوب بعد إذ نادى قائلا ربي أني مسني الضر وأنت أرحم من في الأرض والسماء، ونجى يونس من فاه الحوت في قلب الماء، ووهب زكريا يحيى بعد إذ نادى قائلا ربي لا تذرني فردا وأنت خير من ملك الأرض والسماء، ونصر موسى على من قال أنا ربكم رب الأرض والسماء، فصلاة وسلاما على خير من صلى وصام وزكى وقام ووقف بين يدي ربه بالليل والناس نيام. سبحانه ربي جعل هذه الدنيا ظن الشقي أنها دار خلد وبقاء، ولكن ربي جعلها دار ابتلاء، جعلها دار اختبار، جعلها دار فناء، وجعل ربي الآخرة دار خلد ونعيم لمن تغلب على نفسه وسعى في رضا رب الأرض والسماء. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فلا نقول إلا ما يرضى ربنا، وكما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونقول لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أما عن والد الفقير فلتصبر ولتحتسب، ولا تقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أشد ما يبتلى به المرء أن يبتلى في أبنائه، ولكن يكون هاهنا الاختبار، ويظهر المرء حلاوة الإيمان، ويظهر المرء حسن استقباله لقضاء الله، وأن يرضى بقدر الله. فها هو هارون الرشيد رحمه الله، ذات ليلة مات ولده، وكان هو مستشاره الذي يتشاور معه في أمور الإسلام والمسلمين. فذات ليلة مات ولد هارون، فلما دفن هارون ولده وعاد إلى داره، فجلس بينه وبين نفسه مخاطبا نفسه، قال يا بني تعلم أني أحبك، أنت عارف إن أنا بحبك، وتعلم أن للفراق مرارة، ولكني قدمت مرارة الفراق على حبك. يعني أنا راضي بأمر ربنا، الفراق صعب بس أنا راضي بيه. وها هي امرأة تسمى أم سليم وزوجها أبي طلحة، هذه المرأة المؤمنة رزقها الله بولد سموه أبا عمير، فمرض هذا الولد فظلت أمه تمرضه وتعتني بصحته، وكان يخرج أبا طلحة ساعيا وباحثا على رزقه، كل يوم بخرج زي أي رجل فينا يدور على أكل عيشه. فذات ليلة اشتد المرض بأبي عمير، ثم مات أبا عمير. فلما عاد أبا طلحة سأل زوجه
كيف حال ولدنا أبي عمير؟ ابننا عامل إيه؟ قال دعه وشأنه إنه أسكن ما يكون. ده نايم كده وفي أحسن حالة من الأحوال. فتدينت المرأة وأعدت الطعام لزوجها، فأكل الرجل ثم اختلى بزوجته. فلما أصبح الصباح قالت المرأة يا أبا طلحة، قال ما بك يا أم سليم؟ قالت أتنظر إلى آل فلان؟ قال نعم. أتعلم أمر أهل فلان؟ قال نعم. قال فإن أهل فلان قد أعطوهم أمانة فأبوا أهل فلان أن يرد إليهم أمانتهم. فغضب أبا طلحة قال وكيف لا يرد للناس حقوقها؟ فكيف لا يرد الأمانة؟ فليأخذ كل ذي حق حقه. فقالت المرأة يا أبا طلحة لقد أودعنا الله أمانة ثم أخذ الله أمانته. إدنا ابننا أمانة ثم أخذ أمانته. فغضب الرجل ثم ذهب يشتكيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. راح يشتكي مراته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا طلحة أوى دخلت بها؟ يعني أنت دخلت بها واختلت بها الخلوة الشرعية؟ قال نعم يا رسول الله. فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لكما في ليلتكما. ربنا يبارك لكم في الجماعة ده. قيل بأن الله قد من عليهما بحداشر ولد وكانوا جميعا من حفظة كتاب الله. المهم يكون الواحد يا أخواننا راضي بقضاء ربنا، ولكن الصبر مش يقعد يومين ثلاثة يقعد يعيط ويعترض على أمر ربنا وبعد كده يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فرحمة ربنا وسعت كل شيء. أسوق لكم هذا، يقول النبي لأصحابه إنه كان رجل في من كان قبلكم آتاه الله مالا وأصرف على نفسه بالذنوب. ربنا اداله مال وعمال يصرف من غير حساب. فذات ليلة جمع أهل بيته، جاب مراته وأولاده كده، فقال لهم ماذا كنت أنا فيكم؟ أنتوا شايفيني إيه؟ قالوا كنت خير أب. اللي بقول لك جنيه بتدي له عشرة، واللي بقول لك عشرة بتدي له عشرين، مش حرمنا من حاجة. فقال لهم هذا الرجل والله إن قدر الله علي لعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، إني لم أفعل خيرا قط. أنا ما عملتش حاجة حلوة، ده لو وقفت بين إيد ربنا لا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أوصيكم بثلاث، فإذا ما مت فحركوني ثم اطحنوني ثم أتوا يوما شديد الريح فألقوا نصف في البر ونصف في البحر. فإذ بربنا، فلما مات الرجل جاءوا بالوصية، حرقوا الجثة ثم طحنوها ثم جاءوا يوما شديد الريح فألقوا نصفه في البر ونصفه في البحر. فإذ بربنا جل في علاه يناجي يا بحر اجمع ما فيك ويا بر اجمع ما فيك. فإذ بالرجل واقفا وقائما بين يدي المولى جل في علاه، واقف بين إيد ربنا، فيسأله ربنا عبدي ما حملك على صنع هذا؟ الناس تصلي على النبي عشان ندعي لحسين. احنا لو قاعدين بنتفرج على ماتش كوره الناس هتبقى قاعده في ادب عشان تشوف المذيع يقولوا الكوره جون ولا اوفسايد ولا تسلل. ده مش كلامي، ده كلام النبي. صلوا على رسول الله، مش نافع، الليله طويله ولسه بدري، صلوا على رسول الله برضك مش نافع يا غدا. حتى النهارده ليله الخميس، ما تاخدش قصدي بنيه سوء، لا
ده ليلة الجمعة من العصر، من بعد صلاة العصر كده ليلة الجمعة، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مكسل تصلي على النبي، هبتها في يوم القيامة وشك في وشه إزاي؟ تعرف سيدنا النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، كان واحد في عهد سيدنا موسى رجل يعني كان شر خلق الله، فلما مات الرجل سيدنا موسى أم جايبه وأهل المدينة أمر مينه في الزبالة أعزكم الله، شالوه رموه كده من غير لا غسل ولا غيره. فكما تعلمون بأنه كليم الله، فأوحي إليه يا موسى لماذا فعلتم بعبدي هكذا؟ أنتوا عملتوا بعبدي كده ليه؟ قالوا قال يا رب إنه لم يفعل خيرا قط، ده ما عملش خير أبدا. فقال يا موسى أتوا بعبدي فغسلوه ثم كفنوه ثم صلوا عليه ثم ادفنوه في مقابر المسلمين، يا موسى إني قد غفرت له، غفرت له، ربنا غفر له. فسيدنا موسى قال يا ربي وكيف هذا، أنت غفرت له زي ده ما عملش يعني حاجة حلوة خالص. فربنا يقول لك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنا ما عملتش خير أبدا. قال يا موسى فإن عبدي هذا كان ذات ليلة يقرأ التوراة، مسك الكتاب اللي نزل على سيدنا موسى فبيقرأ التوراة، فنظر فوجد اسمي حبيبي محمد فقبل اسمي حبيبي محمد يا موسى من أجل هذا قد غفرت له. في عهد سيدنا موسى شاف اسم النبي فبس اسم النبي، لكن انت شوف بقى مش هتخش الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هتيجي يوم يقول لك صلى على النبي مكسل تصلي عليه، صلوا على رسول الله عشان ندعي لحسين صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل يظن بأن هناك لم يكن هناك بعث بعد الموت، يعني الواحد بيموت ما فيش حياة بعد كده. فيناجيه ربنا ويناجي ربنا يا بحر اجمع ما فيك ويا بر اجمع ما فيك، فإذ بالرجل واقفا وقائما بين يدي المولى جل في علاه، فيسأله ربنا عبد ما حملك على صنع هذا، عبد ما حملك على صنع هذا؟ فقال مخافتك يا رب، فتأخب به ربنا فغفر له. ولذلك يقول ربنا وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإن كان من كلمة فأقول لوالد الفقيد فلتصبر ولتحتسب ولا تقول إلا ما يرضى ربنا. ولذلك كل شيء يوذن على المؤمن، أي حاجة تعملها، صلاتك هتتوزن، صيامك هيتوزن، زكاتك هتتوزن، أي حاجة تعملها هتتوزن إلا الصبر. ولذلك يقول ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كل حاجة تتوزن عليك إلا الصبر. فلتصبر ولتحتسب ولترضى بقضاء الله وقدر الله، فما نحن جميعا إلا أموات أولاد أموات، فما نحن إلا جنازات مؤجلة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إن شاء الله ندعي لحسين. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بأن تصلي على محمد في الأولين، صلي عليه يا ربنا في الآخرين، صلي عليه يا ربنا في كل وقت وحين، صلي عليه يا ربنا صلاة بفضلها تيمن لفقيدنا له بها كتابه، وتيسر اللهم بفضلها له بها حسابه، وبفضلها جاف الأرض عن جنبيه، انقله وانقل أبي وانقل جميع موتانا برحمتك من ضيق اللحود،
ومراتع الدود، إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مغضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم جازه بالإحسان إحسانا، اللهم جازه بالإحسان إحسانا، اللهم جازه بالإحسان إحسانا. أبدله يا ربنا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنه قد حل عليك ضيفا وأنت الكريم فأكرم ضيافته، وأنت الكريم فأكرم ضيافته، وأنت الكريم فأكرم ضيافته، وأنت الكريم فأكرم نزله، ووسع مدخله، باعد اللهم بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسله بالماء والثلج والبرد، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وصحبة خيرا من صحبته يا رب العالمين، اجعل اللهم طعامه من طعام أهل الجنة، اجعل اللهم لباسه من لباس أهل الجنة، اجعل اللهم فراشه من فراش أهل الجنة، اجعل اللهم شرابه من شراب أهل الجنة، اجعله وإيانا ممن يقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، اجعله يا ربنا برحمتك في عيشة راضية، اجعله يا ربنا بإحسانك وبجودك في جنة عالية قطوف ودانية، اجعله وإيانا ممن ينادى فيهم قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعل هذه الليلة عليه يوم عرسه يا رب العالمين، اجعل اللهم هذه الليلة عليه يوم عرسه يا رب العالمين، واجعل صباحه إلى جناتك جنات النعيم، واجعل صباحه إلى جناتك جنات النعيم، من عليه يا ربنا، واجعل اللهم الجنة داره، والرسول جاره، والسندس اللهم برحمتك لباسه، والكوثر شرابه، اجعله في قبره من الآمنين، وعلى الصراط من الفائزين، ولوجهك الكريم من الناظرين، ولوجهك الكريم من الناظرين، وبحوض نبيك ومصطفاك من الشاربين، نشهدك بأن إنه كان فينا وبيننا من الصالحين، فاحشره يا ربنا برحمتك في ضمرة اليتامى والمساكين، فاحشره يا ربنا برحمتك في ضمرة اليتامى والمساكين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بيض اللهم وجهه يوم تبيض الوجوه، بيض اللهم وجهه يوم تبيض الوجوه. اللهم إنك غني عن عذابه وهو بأمس الحاجة إلى رحمتك، فارحمه بما ترحم به عبادك الصالحين، فارحمه بما ترحم به عبادك الصالحين. اجعل اللهم قبره روضة من رياض الجنة، اجعل اللهم قبره روضة من رياض الجنة، املأ اللهم برحمتك قبره نورا وبرهانا، ألهمنا جميعا على فراقه صبرا وسلوانا، ألهم والده على فراقه صبرا وسلوانا، ألهم أمه على فراقه صبرا وسلوانا، ألهم أهله جميعا على فراقه صبرا وسلوانا. أربط على قلب والديه بالإيمان يا رب العالمين، أربط على قلب والديه بالإيمان يا رب العالمين. اللهم إن أباه قد احتسب ولده عندك فاكتبه عندك من الصابرين، اكتبه عندك من الشاكرين، اكتبه عندك من الراضين بقضائك يا رب العالمين. ألهمنا جميعا على فراق أحبائنا صبرا وسلوانا، ألهمنا جميعا على فراق أحبائنا صبرا وسلوانا. ربي أسألك بأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام. نسألك يا ربنا بأن تشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. نسألك لمشايخنا وقراءنا بأن تجعلهما لكتابك من العاملين، وبسنة نبيك من القائمين. بارك فيهم يا رب العالمين، وهب لهم ذرية صالحة يا كريم، اجعلنا وإياهم لكتابك من العاملين، وبسنة نبيك من القائمين. اجعل القرآن لنا ولهم نورا أبصارنا، اجعل القرآن لنا ولهم نور قلوبنا، اجعل القرآن لنا ولهم نور أبصارنا،
وضياء وذهاب همومنا وغممنا يا رب العالمين. نسألك بأن لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اغفر اللهم لنا وله، اغفر اللهم لذكرنا وأنثانا، حينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا. اغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا. اغفر اللهم لمشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. وأن أول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الله أسأل ألا يريكم جميعا مكروها